الشرطة العسكرية والجيش الوطني يوسعان دائرة استهداف تجار ومروجي المخدرات شمال سوريا. مساع دولية متجددة لمحاسبة سلطة الأسد على جرائمها المرتكبة في سوريا. ناشطون ومرضى سرطان يبدأون اعتصاما مفتوحا قرب معبر باب الهوى بريف إدلب للمطالبة بدعم القطاع الطبي وإيجاد حلول فورية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. بدأت قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية قبل أيام حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات في مناطق مارع وعزاز والباب، أفضت لاعتقال عدد من المتهمين وقتل أحد أهم المروجين في مدينة مارع. لم يكتف الأسد بقصف مدن وقرى الشمال السوري وتهديد أمنهم بالطائرات والمدافع، بل عمل على إغراقها بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. حملات أمنية متتالية نفذتها شرطة التابعة للجيش الوطني السوري لاحقت فيها مروجي وتجار المخدرات في الشمال السوري المحرر، آخرها كان في مدينة مارع، أسفرت عن مقتل أحد أهم مروجي المخدرات في المدينة، وألقي القبض على 10 متهمين وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة. الحملات شملت أيضا كل من الباب وعزاز ومدن أخرى بهدف القضاء على ظاهرة انتشار المخدرات، وخلالها ألقت القوى الأمنية وفصائل الجيش الوطني على عشرات المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها، خاصة بعد تخصيص الشرطة العسكرية رقما للإبلاغ عن أماكن وجود تجار ومروجي المخدرات. صاحب الحملات الأمنية عددا من الورش وحملات التوعية لمواجهة آفة المخدرات في الشمال السوري، حيث عقدت الحكومة المؤقتة عددا من الندوات لتبيان خطر التعاطي والتهريب والترويج. في رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة أطلق ناشطون عدة حملات تهدف إلى توعية الشباب من خطر المخدرات، سواء التعاطي أو الاتجار بها والترويج لها. ومع انتشار التحقيقات الصحفية وتأكيد وسائل إعلام كبرى على مسؤولية الأسد عن إنتاج وتهريب المخدرات، يتضح ذلك جليا في إغراقه المناطق السورية بها، كما أن دول الجوار تربط باستمرار اسم سوريا بشحنات المخدرات التي تصلها، كما فعلت المملكة الأردنية والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. الولايات المتحدة أشارت بشكل مباشر إلى الأسد ومسؤوليته عن إنتاج وترويج الكبتاغون ومواد مخدرة أخرى، حيث أقر الكونغرس مشروعاً منتصف عام 2022 يلزم إدارة بايدن بوضع استراتيجية لتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بسلطة الأسد، فيما أدرج الاتحاد الأوروبي أقارب للأسد وبعض المسؤولين في سلطته بقضايا تتعلق بصناعة وتهريب المخدرات. وفي ذات السياق، ألقت السلطات السعودية القبض على سوريين حاولا تهريب أكثر من 6 ملايين قرصا مخدرا من مادة الام فيتامين في مدينة الرياض. وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أنها تمكنت من إحباط تهريب حبوب الكبتاغون، والتي كانت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في سلطنة عمان، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. أضافت الوزارة في بيان أنها قبضت على مستقبلي الشحنة وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. أعربت وزارتا خارجية كندا وهولندا عن أسفهما لإرجاء جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص التعذيب في سجون الأسد لمدة 3 أشهر في ظل تداول قضية محاسبة سلطة الأسد في أروقة ومحافل المجتمع الدولي، رغم كل التحديات والصعاب التي تحول دون تحقيقها.
تطورات قانونية وسياسية تشهدها قضية العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، والتي كانت آخرها تأجيل جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص التعذيب في سجون الأسد بعد أن قدمت كندا وهولندا دعوة قضائية أمام المحكمة في 8 حزيران الماضي. وزارتا خارجية كندا وهولندا أعربتا في بيان مشترك عن أسفهما لإرجاء جلسات المحكمة إلى 10 من تشرين الأول بناء على طلب من سلطة الأسد. البيان أكد وجود أدلة دامغة تدين أجهزة أمن ومخابرة الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بما فيها التعذيب والقتل والاختفاء القسري والهجمات الكيماوية والتي لا زالت مستمرة إلى الآن بحسب البيان. في سياق محاسبة الأسد، قدمت نائبتان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يطالب بإنشاء آلية دولية لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على جرائم الحرب في سوريا لزيادة الضغط على سلطة الأسد ومنع ارتكابها مزيدا من الجرائم. القضايا هذه تتزامن مع إعادة تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب اللا إنسانية ضد سلطة الأسد من خلال رسالة وجهتها 66 منظمة سورية وإقليمية ودولية إلى الدول الأطراف في الاتفاقية. المنظمات طالبت بتحقيق دولي شامل ومستقل في جرائم التعذيب بسجون الأسد وإلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية ضد المسؤولين عن هذه الجرائم. تضخم سجل انتهاكات الأسد لم يمنع جامعة الدول العربية من إعادته لشغل مقعد سوريا فيها، ما وجه سيلا من الانتقادات لإدارة بايدن بخصوص تعاطيها الموصوف بالبارد حيال التطبيع العربي، وهو ما أكده السيناتور جيم ريتش في رسالة لوزير الخارجية بلينكن. وصف فيها هذا التطبيع بالخطأ الاستراتيجي الكبير، معتبرا أن واشنطن ستفقد شركاء إقليميين بالغي الأهمية إذا سمحت بإعادة الأسد إلى حضن المجتمع الدولي. وبالعودة لخبر حملة الجيش الوطني ضد المخدرات ومروجي المخدرات في الشمال السوري، ينضم إلينا العميد أيمن شرارة الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني من الشمال السوري. العميد أيمن، حياك الله. ما هي الإحصائيات المتوفرة عن عدد التجار والمروجين الملقى القبض عليهم أو الذين قتلوا أثناء الحملات؟ عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا، كل الشكر لكم واهتمامكم بمضمون هذا الأمر المهم. إيمانا بقيادة الجيش الوطني ومؤسساته بأن العالم والشمال السوري يواجه عدو من نوع خاص، ألا وهو المخدرات، يدعى كبتاغون، وأنواع أخرى من المخدرات شديدة الخطورة والإدمان مثل حبوب الهلوسة التي تفتك بالعقول، والمعجون الأفغاني شديد الخطورة ومادة الأتشبوس، وأن هذا الأمر مرتبط بعائلة أسد الخبيثة التي يجني من خلال هذه المادة 5 مليار دولار. حقيقة الحملة حققت أهداف جيدة، أما بالنسبة للإحصائيات فسيتم نشر هذا الأمر من قبل الجهات المختصة في القريب العاجل أو عند انتهاء الحملة. نعم، يعني ما هي الأنواع للمخدرات التي تم ضبطها في الحملات التي نفذها الجيش الوطني؟ أستاذ الكريم، أنواع كثيرة من الحشيش، حبوب الهلوسة، معجون أفغاني، مادة الأتشبوس، هذه المواد شديدة الخطورة تماما تفتك بالعقول وخاصة عقول الشباب. والهدف الأساسي للنظام التجارة وتدمير منظومة القيم والأخلاق لهذا المجتمع الحر الأبي، يستهدف هذا الأمر شريحة الشباب بالدرجة الأولى الذين يمثلون العمود الأساسي لبناء البلدان والمدن. نعم، يعني تقييمك لهذه الحملة، ما هو الجدول الزمني للقضاء على كامل مروجي ويعني مروجي وتجار المخدرات في الشمال السوري؟ حتى نكون واقعيين بالأمر، نظام أسد الخبيث والمنظمات الإرهابية قصد تستهدف هذه المنطقة بشكل خاص كما تستهدف كافة دول العالم. الأمر مستمر والحملات مستمرة. المشكلة أن الحدود البرية واسعة جدا وضعاف النفوس كثيرين. يتم تطوير أساليب تهريب هذه المادة ودخولها إلى هذه المناطق بشكل يومي، كما أن المؤسسات المختصة تقوم بتطوير عملها بشكل جيد بشكل كمان يومي بما يتناسب مع هذا الأمر.
نعم، إذن يعني ما هو تقييمك؟ هل هناك جدول زمني من أجل يعني القضاء على معظم هذه الظاهرة؟ كما قلت بأن هذه الظاهرة تغير من أساليبها. هذه الحملات حققت نتائج تعتبر إيجابية، أما أن ينتهي هذا الأمر بشكل كامل وفي هذه، نعم، كم بالمئة يعني انتهى هذا الأمر تستطيع أن تقول العميد أيمن؟ نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد أيمن شرارة الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، من كنت معي من الشمال السوري، يعني فقدنا الاتصال معك، شكرا جزيلا لك. أدانت مسؤولة أممية خاصة مراكز الاحتجاز الجماعي للأطفال الذين تديره قسد شمال شرقي سوريا، ونددت بفصل المراهقين الذكور بشكل منهجي عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز، ما يسبب أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية بحسب المسؤولة. وأصدرت المقررة الأممية نيفولا نيولين بيانا عقب زيارتها لسوريا استمر 6 أيام، قالت فيه إن الاحتجاز الجماعي للأطفال إلى أجل غير مسمى ودون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور. وأضافت أن جميع الأطفال الذين قابلتهم في هذه المخيمات مصابون بصدمة نفسية بسبب الانفصال عن أمهاتهم. من جانبها أعربت المسؤولة عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي والواسع النطاق للأطفال بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم الدولة. قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن بلاده لن تتهاون مع المهاجرين غير النظاميين ومن لا يمتلك إقامات قانونية في تركيا، تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حضره موفد حلب اليوم في اسطنبول. عقب الحملة الأمنية التي استهدفت شريحة واسعة من الأجانب المقيمين على الأراضي التركية، دعا وزير الداخلية التركي علي يرليكايا صحفيين عربا وأتراك لاجتماع في مدينة اسطنبول لمناقشة أبرز المواضيع التي تخص الأجانب بشكل عام والسوريين خاصة، حيث أوضح الوزير أنه لا يوجد مشكلة مع السوري الذي يحمل بطاقة الحماية المؤقتة الكملك والمقيم في ولاية إصدارها، نافيا وجود حالات ترحيل لسوريين من حملتها بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدارها، ومؤكدا في الوقت ذاته أن من يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله. يرليكايا بيّن أن أفرادا من الشرطة قاموا ببعض التجاوزات خلال الحملة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالتعامل مع الشرطة المخالفين للقوانين، وبهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة. أوضح أن الوزارة دربت 200 ضابط ورئيس مخفر. وحول حصول الأجانب على الجنسية التركية الاستثنائية، نفى وزير الداخلية التركي ما أوردته قناة هابريد بأن هناك توجيهات من الرئيس أردوغان بجعل الحصول عليها أمرا صعبا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بسبب مضايقات حواجز سلطة الأسد، حرمان الكثير من عوائل حمص من الذهاب إلى الساحل للاصطياف في البحر. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. حذرت منظمات طبية من تدهور أوضاع مرضى السرطان في الشمال السوري مع ارتفاع عدد حالات الوفاة بينهم بسبب عدم تلقيهم العلاج المناسب لعدم توفرها في المناطق المحررة. يعلق مرضى السرطان أملهم على هذه الجرعات علها تخفف بعضا من آلامهم. عدم قدرة المرضى على تحمل تكاليف الجرعات يدفع بعضهم لتلقيها بشكل مجاني في هذا المركز، أو يضطرون لشرائها بمبالغ كبيرة في حال تمكنوا من تأمينها. وهي لم تأخذوني درع أندوكسون وكورتيزون مقوي للأعصاب، بس ما في نتيجة. المرض بلش بالصدر، هلا بلش على الدماغ،
أنا بتمنى أنه يكون في مركز أو بعتونا على تركيا أو مثلا يجيبوا مركز هون ويحطوا هاي المعدات وأنه تتعالج وتتشافى، لأنه في كتير حالات يعني مثله وأصعب وأهون، يعني في كتير حالات، في كتير مرض عندنا هون مستعصي وما في لا مادي ولا معدات ولا أجهزة. أحيانا بيتوفر الدواء هون بالمشفى وأحيانا ما بيتوفر، بدي أضطر أشتري وما معي أشتري، يعني الحالة طاول تعبانة والحمد لله رب العالمين والشافي الله. هلا بعاني من الألم بظهري بالحوض وبصدري وبصدري، انتشر المرض معي من صدري انتشر للعظم. عدم توفر الأجهزة الطبية المتطورة ونقص الأدوية اللازمة لعلاج أكثر من 3000 مريض يفاقم الوضع الصحي والنفسي للمرضى وعوائلهم، خاصة ممن هم بحاجة لتصوير شعاعي أو طبقي محوري أو رنين مغناطيسي. في عنا علاجات كثيرة غير متوفرة مجاناً، تمام، مثل سرطان الرئة، سرطان المعدة، سرطان البروستات، بضغط سرطانات الدم الحادة، للأسف هي كلها ما في إلا علاج مجاني. العلاج الشعاعي وهو علاج غير متوفر أبدا في شمال غرب سوريا، يحتاج المريض إلى التحويل إلى تركيا من أجل تلقي العلاج الشعاعي. في عنا شيء وهو الأهم، هو العلاج المناعي، وهو علاج مكلف جدا جدا، يعني جرعة لا تقل عن $1000 شهريا. مديرية الصحة إدلب ذكرت أنه نحو 600 حالة مرض سرطان جديدة سجلت بعد كارثة الزلزال، معظمهم من النساء والأطفال، ينتظرون إمكانية الدخول إلى المشافي التركية لتلقي العلاج خاصة الإشعاعية منها. ارتفاع أعداد مرضى السرطان في الشمال السوري دافع ناشطون وإعلاميون وعاملون في القطاع الطبي إلى إطلاق حملة أنقذوهم لتسليط الضوء على معاناتهم وتأمين العلاج المجاني لهم. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مركز سامز للأورام في مدينة إدلب. نظم ناشطون ومرضى وعاملون إنسانيون اعتصاما مفتوحا في ساحة معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا من أجل الضغط لإنقاذ أرواح الآلاف من مرضى السرطان. وتأتي هذه الخطوة بعدما انطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإدخال أكثر من 600 مريض جديد إلى الداخل التركي من أجل تلقي الجرعات في المشافي التركية. السادة المشاهدون، تحية طيبة، نحن الآن في الاعتصام المقام في ساحة باب الهوى بالقرب من معبر باب الهوى. هذا الاعتصام قام به أكثر من 608 مرضى على أقل تقدير من أجل مطالبة الجانب التركي إدخالهم إلى تركيا لتلقي العلاج، على أن هذا العلاج غير متوفر في المناطق المحررة وذلك ما يزيد حالتهم الطبية سوءا. إذا نلتقي الدكتور حسام قرى محمد ليحدثنا عن هذا الاعتصام وما هي مطالبهم وما هي أهداف هذا الاعتصام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية حكيم. الله يعطيكم العافية أنتم. فيك تحدثنا عن هذا الاعتصام؟ اعتصام 608 هن عدد المرضى المحتاجين وبشدة للدخول لتركيا لتلقي العلاج اللازم. 3000 مريض في شمال غربي سوريا، يقوم الطاقة الصحية بتأمين جزء من العلاج لهم، لكن 608 صار استطباب دخول لتركيا حاجة ماسة. لا نملك أدويتهم، لا نملك وسائل استقصاء خاصة فيهم، في عندي بعض العلاجات غير متوفرة من الأساس، يعني العلاج الشعاعي البيولوجي غير متاح بالإضافة إلى بعض الاستقصاءات. غاية الاعتصام دخول هؤلاء المرضى، وأرسال رسالة واضحة، لا يملكون أجندة سياسية، وصولا إلى تركيا هو تفاعل إنساني فقط، واجب كل إنسان يتكلم بالإنسانية أن يقدم الخدمات الصحية إذا تمكن له لهؤلاء المرضى. تأخيرهم بالعلاج صراحة، وللأسف في اليومين الماضيين توفوا 4 مرضى، تأخيرهم في العلاج هو يرفع الوفيات، عدد الوفيات، ويرفع الإمراضية. أي مريض تأخر عنه العلاج أنت راح يسوء وضعه وينتقل من درجات المتوسط مثلا إلى وضع سيء أو إلى حالات يعني اندستيج أو يعني منهي الحياة. شكرا. أهلا وسهلا. إذن كما أخبرنا أن المطلب الرئيسي والأساسي لهذه الحملة هو إدخال هؤلاء المرضى إلى تركيا لتلقي العلاج كمرحلة أولى، وبالجانب الآخر الضغط على المجتمع الدولي من أجل إنشاء مراكز خاصة بعلاج مرض السرطان هنا في المناطق المحررة. نلتقي أحد المرضى ليحدثنا عن وجوده في هذا الاعتصام وإلى متى سيكون في هذا الحر الشديد، حيث أن درجات الحرارة فاقت 40 درجة مئوية اليوم. السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله. عرفنا بحضرتك. حسين عبد الكريم القاسي من عيش. ليش موجود هون؟ نحن هون مع تصميم مشان الدول برا أو أي دولة عربية أو أي دولة تشوف الأمراض السرطان اللي عم بتصير في المناطق الشمال المحرر، ونحن رايحين تم مع تصميم هنا يوم ويومين وشهر أو لو كان شهر أو شهرين، حتى العالم يعني حتى الدول برا يعني تشوف حالة الأمراض وتأس بحر يعني يشوفوا حالة المريضين. لأمتى رح تبقى هون؟ أقول لك لو كان شهر أو شهرين أو إذا الله ما أخذ أمانته بكرة. شكرا. إذن التأخير في علاج هذه الحالات يفاقم مرض هذه الحالات ويزيد من حالتهم الصحية بسوءا، ويقول المرضى أنهم وفي حال لم يتم إدخالهم إلى تركيا سيكون مصيرهم مصير الطفل غياث الذي توفى منذ يومين لعدم قدرة أهله على إدخاله للمناطق التركية لتلقي العلاج. سعيد السعيد، حلب اليوم، باب الهوى. ومعنا السيد علاء الدين الإسماعيل الصحفي ومصاب بمرض السرطان من ريف إدلب. في البداية نتمنى لك الشفاء العاجل. ما هي الخطة الزمنية للاعتصام، ويعني ما هي الخطوات التي ستليها الخطوات التصعيدية اللاحقة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. شكرا لك وشكرا لتعاطفك الكريم. بداية الاعتصام مستمر لليوم الثاني على التوالي. عشرات مرضى السرطان متواجدين بشمال غرب سوريا مناطق إدلب وريف حلب الشمالي، مستمرين باعتصامهم ضمن الخيام الموجودة بساحة سرمدة بالقرب معبر باب الهوى. الخطة الأولى هي الاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب بإدخال المرضى السوريين يلي يبلغ عددهم 608 مرضى اللي عم بيزيدوا بشكل يومي بمعدل 4 أو 5 حالات بشكل يومي حالات مرضى سرطان، حتى يتم ادخاله لتركيا تلقي العلاج بمشافي تركيا، لانه الوضع هو بالشمال المحرر غير قادر على استيعاب جميع حالات مرضى السرطان. هل كان هناك ردود ايجابيه؟ هل يعني تواصلتم مع احد المسؤولين من اجل ادخال 604 مرضى؟ لحد الان حمله الاعتصام او اطلقوا الحشد والمناصره للاعتصام لمرضى السرطان ما تلقوا اي شيء ايجابي من الجانب التركي من اجل دخول المرضى لتلقي العلاج من مشافي التركي. نعم، ايضا كان هناك مطالب بانشاء مراكز للعلاج في الشمال السوري، هل تواصلتم مع جهات دوليه؟ طبعا اداره حمله الاعتصام او اذا فينا نسميها حشد المواصله لمرضى السرطان ما تلقت اي شيء من الجهات الدوليه لحد الان. مثل ما شفنا قبل بشوي بالتقرير من حكي الدكتور أيهم جمو مختص أمراض الأورام والسرطان، أغلب الحالات اللي تفوت على تركيا علاجها مو متوفر بالداخل نتيجة نقص معدات، نقص أدوية، نقص جرعات مناعية. هذا الشيء طبعا أكيد مكلف وباهظ جدا، ممكن في اعتبارات ثانية لحتى ما يتم إدخال هيك أدوية للشمال السوري أو علاج الشمال السوري. نعم، نتمنى لك الشفاء العاجل لك ولجميع المصابين بمرض السرطان. أشكرك جزيل الشكر السيد علاء الدين الإسماعيل الصحفي، كنت معي من ريف إدلب. زادت مؤخرا نسبة الحرائق في شمال غربي سوريا مع تصاعد درجات الحرارة، ما سبب ضررا في الأراضي الزراعية والغابات، في حين تسعى فرق الدفاع المدني السوري للتصدي لتلك الحرائق بكل الوسائل المتاحة. المزيد في هذا التقرير. مع ارتفاع درجات الحرارة ارتفعت نسبة الحرائق في مناطق الشمال السوري، وتركزت معظمها في المناطق الحراجية والزراعية. للحد منها تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران التي تنشب بين مكان وآخر. هذه الأحراش والغابات بصراحة تعتبر عبارة عن خزان وقود كله من الأوراق المتساقطة اليابسة. في ظل ارتفاع درجات الحرارة الحاصلة حاليا شهدنا في الآونة الأخيرة الكثير من الحرائق، سببه شرارة ناتجة من أهمال بعض المدنيين. فرقنا في الدفاع المدني السوري وضعت خطة لتفادي هذه الكارثة والتقليل من هذه الحرائق بشكل كبير جدا من خلال وضع نقاط مراقبة وبنفس الوقت نقاط من أجل مكافحة هذه الحرائق في حال حدوثها.
بحسب إحصائيات الدفاع المدني خلال الشهر الجاري كان هناك قرابة 125 حريقاً أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية والمناطق الحراجية وحرق مساحات واسعة. هلق الأرض اليوم المزروعة الحنطة أو الشعير تعتبر وقود، تمام، تعتبر وقود وسريع الاشتعال، فتؤدي لضرر مباشر على المزارع. المزارع اليوم متكلف على الأرض وزارع وحاطط عبسقي عبرش أسمنة عبرش مبيدات، فإذا صار في عندنا حريق فالمزارع رح يضرر بشكل مباشر، رح تنحرق أرضه وما رح يصير في عنده مردود. تم النار، هذا اسمه عزل، بس وصلت نار لعنده بتطفي، انحجب الأكسجين عنه بتطفي. تمام. فرق الدفاع المدني تعمل على إطلاق حملات توعية بهدف توعية الناس لطرق الحماية والسلامة في حال نشب حريق، سواء في مخيم أو أرض زراعية أو حرش، وكيف يجب التعامل معه. لم تقتصر الحرائق على المناطق الحراجية والزراعية فقط، إنما امتدت إلى المدن فشهدت عشرات الحرائق داخل الأبنية السكنية. عامر إسماعيل، ريف أدلب، حلب اليوم. حواجز سلطة الأسد المنتشرة بكثافة بين المحافظات وداخلها سببا لخوف ورعب وكثير من المضايقات والاعتقال للكثير من العوائل في محافظة حمص التي ترغب بقضاء رحلة بحرية في محافظتي طرطوس واللاذقية، وفضلوا التنزه في المناطق الداخلية المفتوحة. المزيد في التقرير التالي. هذا البحر السوري أضحى حكراً على فئات معينة من الشعب، وهذا الحكر ربما يعود أيضاً لسنوات ما قبل الثورة السورية لأسباب متعددة أهمها الاقتصادية. واليوم زاد عدد الممتنعين عن الذهاب للبحر خلال فصل الصيف، خاصة من بعض مناطق محافظة حمص. مراسل حلب اليوم قال إن الكثير من العوائل فضلوا التنزه في الحدائق والمناطق الطبيعية المفتوحة على الذهاب للبحر، خوفا من الاعتقال على حواجز سلطة الأسد المنتشرة بكثافة على الطرق الرئيسية بين المحافظات. سد الرستن وجهة محببة وبديلة عن البحر للكثير من العوائل في ريف حمص الشمالي، حيث توفر منطقة السد مساحات متنوعة لمعظم وسائل الترفيه. الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد غيرت بعض العادات القديمة في مواسم التنزه والرحلات، فعلى سبيل المثال كانت معظم الرحلات تضم عشرات الأشخاص في كل رحلة من الأقارب، أما اليوم تقتصر الرحلة على العائلة الواحدة. وفي ظل تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتدني الأجور، من الراجح أن أعداد العوائل التي ستتمكن من الحصول على رحلة ترفيهية ستقل، خاصة أن رحلة بسيطة خارج منطقة السكن باتت تعد ترفا لا يناله سوى بعض الميسورين، فيما بقيت فئات محددة من النافذين والمنتفعين في سلطة الأسد تتمتع وتتنعم بالبر والبحر والجبال. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير، إلى اللقاء.